هذه زيارة بالحقيقة أكدتنا في الحقيقة جاهزية موريتان لاستضاف كأس الأمم الإفريقية لأقل من 20 سنة كيف تعرفوا، في غضون أسبوعين إلى 20 يوم 14 فبراير بالتحديد هي موريتان التي تستضاف هذا الحدث الكبير. ونقول لكم بأن فهم تنسيق شديد حتى بين الحكومة الموريتانية واتحادية كرة القدم والهندسة العسكرية، نختار نشكرهم حتى عليه ذاك الارتباط الشديد وذاك الالتزام اللي موريتان لا بد من تعدل نعت العالم لأنها قادرة لاستضاف هذا الحدث في ظروف كيف تعرفوا ظروف قاسية، حتى هذه ظروف جائحة الكورونا وتعطيل يوسف من الأنشطة. رغم ذلك كامل أن موريتان ارتزمت بأنها تستضاف هذا الحدث، ولأن الثقة اللي دارت فيها إفريقيا كاملة والعالم كامل به، اللي هو حدث بالحقيقة لا يجلب تقريبا 800 رجاج يجوهن، فما 12 دول. الرئيس أحمد إن شاء الله يعطيكم بعض التفاصيل فيما يتعلق البطولة. كيف تعرفوا القرعة يامس بدأت، إذا اللي لا نتكلمكم عليه لأن في الحقيقة احنا فخورين، فخورين ببلدنا، فخورين مولي بقواتنا المسلحة اللي هذه المنشآت من واديب وحتى إلى الملعب اللي نحن فيه وملعب الشيخ والبودية، كانوا فيه أعمال وعدت بطريقة سريعة ووجيزة وعدت في ظرفية قاسية، وهذا يعكس أن موريتان أنها موريتانيين في الحقيقة، لأن لابد نرد الثقة في نفسنا، لأن نقدر نعدلوا أعمال جبارة حتى في هذا مثل هذا الوقت الحرج. ونقول لكم هنا لأن فم صرامة من الحكومة على أن موريتان نعت أحسن وجه للعالم، كرم الضيافة كيف تعرفوا المهنية اللي معروفين بها الموريتانيين الحمد لله، هذا الشيء إن شاء الله لا نحرص عليه. الحكومة كيف تعرفوا مهم حتى عندها الشباب، مهم حتى عندها نهوض بالرياضة، ومهم حتى عندها سمعة موريتان في الخارج. إذا ما لنا نطول حتى لا نشكر جميع الفاعلين، جميع حتى جمهورنا الشباب اللي رواد الفيسبوك هذه الأيام، شفت يوسف من الصور بارك الله علي ذا كامل من العمل الجبار اللي عدل، سواء تتعلق ب استاد ملعب نواذيب اللي كان بعض الناس كانوا شاكين انه ما وراه، كيف تعرفوا شفتوا بعد الصور النجي اللي بدات يامس تعدل، وحسب الهندسه العسكريه الاشغال تقريبا 90% دونك اكتملت، واللي مازال ما هو قرب نقدوا ان شاء الله. والشيخه وبوديه كنا شهر درك، والملعب الاولمبي رانا فيه درك الحمد لله تبارك الله مات. عموما الحمد لله نحن نقدر نقول اننا جاهزين. وهناك مولي جوانب اخرى تتعلق بالصحه، هناك لجان اشتغلت بطريقه مهمه حتى، فهم لجان ما يتعلق لجنه الصحه، فهم لجنه الامن، وفهم لجنه مولي قالوا لاكي ليبرجمان. وكيف تعرفوا مولي هذا الحدث عنده جانب اخر، عنده جانب اقتصادي مهم حتى، به له ضخ في الاقتصاد وخاصه المقاولات الصغيره، له يعطيهم فرصه مولي هما فهم انعاش ب 800 رجاج جايه، فهم الفنادق في نواكشوط وفي نواديبو، دونك لاهي تستضيف هذا الناس، هذا 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 الكم الهائل تبارك الله من الناس. وفهم اذا انعاش لا يخلق، وحتى لان فكرنا مولي في المتطوعين، فهم شباب تقريبا ما يناهز 400 متطوع ان شاء الله لاهي عاونوا ومتطوعين مولي انهم هذا الحدث لانه ينجح. انا بدوري لين نقول كلمه غير معالي الوزير قال اللي الله ينقال كامل، أعطى لي معلومات كاملة الوافية وشافية لأنه متابع الأمور بدقة ومن قريب. لذا اللي نقدر نقول لكم أنه بالنسبة اللي نتكلم باسم الاتحادية الموريتانية لكرة القدم وباسم أسرة كرة القدم بصفة عامة، هذا كان هدف منشود، هذا إن صح التعبير كان حلم عن بلدنا تنظم بطولة قارية من هذا المستوى، كأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، واليوم تتحقق أولاً بفضل الله تعالى وتبارك وتعالى وفضل الإرادة القوية عند دولتنا، لأن احنا كاتحادية سعينا وطلبنا وقمنا بالدور على مستوى الكافية كأننا نجذبوا البطولة هون، يا غير لولا كانت هم دولة عندها إرادة قوية أنها تحقق هذا الإنجاز لشبابها ما يعود خلق. وهون ننوه بها ونوجه الشكر الجزيل لفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ القزواني ومعالي الوزير الأول،
واعضاء ومعالي الوزير بصفه خاصه والجميع على الدور اللي قاموا به ياك يتحققها، لان الظروف ما كانت مساعده، الظروف الصحيه للعالم بصفه عامه ولبلدنا بصفه خاصه ما كانت تسمح بان نكون على المستوى من الجاهزيه. وبساط مثال على ذلك على ان ملعب نواديبو مثلا جعود تخالف جينيس ريكور اللي بتنا ما نبغينا نكزاجيريه غير بعد اللي تم انجازه في اسرع وقت ممكن في ما يقارب 5 أشهر وشي. لذا اليوم الحمد لله جاهزين للبطوله اللي نقدر نوصوا عليه. الامور تكلم عنهم الوزير بصفه عامه وعن الملاعب وجاهزيتهم وعن التحضيرات وبلدنا يتحضر بما في الكلمه معنا. يا قير اللي نقدر نوصي عليه هو انه جايين لجانب من افريقيا كامله وجايين من اوروبا، لان هم اللي لا يجوا اللي ينقال لهم لي ريكريتير واللي يتابعوا اللاعبين يلودوا لهم ممثلي كشافه اللاعبين اللي لا يجوا من الانديه الاوروبيه بصفه عامه، كلها لا يجي بصفه خاصه ويجي هون ويقيس الفنادق ويقيس المطاعم ويلقى الموريتانيين. اللي نقدر نقول عن انها فرصه للموريتانيين انهم يعطوا صوره حسنه عن بلدهم، انهم يعودوا كعادتهم يستقبلوا الناس استقبال زين ويحسنوا معاملتهم، لانه لا يستفاد منها سمعه بلدنا ولا يستفادوا منها مواطنينا اللي ساكنين في الخارج، لانهم ذول اللي ساكنين في افريقيا لا يرجعوا لهم لفارقه ويقولوا لهم كنا في بلدكم وبلدكم الناس طيبين ويستقبلونا استقبال زين وحسنوا ضيافتنا الى اخره. وهذا مهم، انا اللي دائما نسافر في افريقيا نعرف قد اهميته عند جالياتنا في الخارج. هذا المهم مره اخرى ان نقول لكم ان لا يتكاثفوا الجهود. قال الموريتانيين كاملين مطلوب منهم يتكاثفوا الجهود، اللي منهم جبر مشارك كامل في كاس افريقيا يبسط له الظروف ياك تعود بطولتنا ناجحه وننجح البطولات، وان شاء الله دور تعود ناجحه ان شاء الله، لان الاراده فم والعزيمه فم.